السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. اليوم ماجد الموجود، بس مرحبا مليون يا ماجد، هلا ومرحبا. ما في لنا وانت اليوم، خلاص نعتبرها جلسة شباب، عاد اللي عاد بيشوفونها مسجلة عاد يتحملون. إذا والله ما أعطيناهم العلوم كلها خلاص يصير العلم بس بيني وبينك. الشيء المهم نقوله بس أنا وأنت. كيف حالك يا ماجد؟ أمورك إن شاء الله بخير؟ ربي ييسرك أمورك ويوفقك، وأنا أشكرك بأمانة على حضورك. يعني ليس بالجيد اني اجلس صراحه لوحدي في المحاضره، يعني على الاقل واحد، يعني واحد زي يرد النوس من شعبه التمويل، ما تبقى مش زي شعبه المراجعه. راجع ما شاء الله تبارك الله قبل شو تقريبا 10 11، يعني بين طالب وطالبه تم التحليل المالي، ما ادري وش العلم. يعني مستثمرين انتم، يعني المفروض حس الدراهم يجيبكم. اشوف قلنا حس الدراهم جاء اكرم، ما شاء الله تبارك الله. وفي الدوام بعد يا ماجد، ربي يوفقك ربي يوفقك يا ماجد. اهم حاجه انت الموظف ولا المدير، على اساس نعرف كيف نتعامل معك. لا كذا انت يا ماجد، يعني زي ما يقولون وضعتني في زاويه، ما هي بعارف. إن لو انك طالب نتعاون معك، اذا لا والله اذا اسف اذا انت موظف نتعاون معك، اذا انت مدير بنخصم عليك. فانت الان نص ونص، ما ادري وش التصرف. ربي يسعدك يا ماجد. الآن ما شاء الله تبارك الله جاء أكرم وجاءت العنود، شكرا لحضوركم. قبل شوي ترى المعلومية العنود وأكرم، ترى والله أنا كنت أنا حللونا أنا وماجد، كنا صراحة نحش فيكم، نحش في شعبة التمويل، يقول ما يحضر شعبة التحليل المالي، ما يحضر. السمستر الجاي أنا ببلغ الإدارة، بقول لهم يا جماعة الخير شوفوا لي مادة غير التحليل المالي، ما يحضرون طلاب التحليل المالي، ما أبغاها، أعطونا مادة يحضرون. فبقول لهم خلاص التحليل المالي بترك هالمادة هذه، وإذا سألوكم قالوا لكم الدكتور محمد، يقول خلاص تركها طلاب والطالبات ما يحضرون. الله يوفقكم ييسر لكم أموركم، وأنا والله عاذر للجميع بأمانة بأمانة. أعلم 90% من طلاب الشعبة إما يكون موظف أو يكون عنده التزامات يعني منزلية كربة منزل أو خلاف ذلك، فربي يوفق الكل ويسهل لكم أموركم ويعطيكم حتى يرضيكم، وكل معذور. إي والله، بس المقصد ما في يعني من باب يعني تغيير الجو، خاصة اني بامانه جالس اشتغل من الصباح وانتم اخر محاضره عندي، فعاد تحملوني من بعدكم. خلاص اروح اشوف امي امتي ايش صار عليها، والله ما شفتها من الصباح، علمي فيها الصبح. فاروح اطمن عليها، بس اخر محاضره انتم. ما شاء الله تبارك الله اكرام، ترى بديت في الاستثمار في السوق لازم بدايه من شرح كلمة الله. الله يرفع قدرك يا أكرم، والله شهادة أعتز فيها من أخ عزيز وكريم. ربي يرزقك ويبارك لك ويضاعف لك مالك يا رب العالمين. وأي حاجة تحتاجها مستقبلا ترى اعتبروني أخ وزميل لكم. الله يشهد علي كل طلاب أو الطالبات اللي درستهم، أعتبرهم زملاء، لذلك لا تتردد في التواصل معي حتى أنت والبقية واللي بيشوفها مسجلة.
اتوقع حسابي في تويتر عند الجميع يعني، اكتب لي في الخاص، وكثير من الطلاب الطلبه يتواصلون معي في الخاص. اي حاجه تصعب عليك، حتى لو انتهى الماده، الماده انتهت يعني وتخرجتم ان شاء الله، والله علاقتي مع بعض اعيد واكرر الزملاء، وانا مصر على كلمه زملاء، والله من اول سمستر درسته في الانتساب مع زملاء وزميلات الى الان يتواصلون معي في تويتر، دكتور هذا السهم، هذا ما ادري ايش، هذا كذا، والله واجاوبهم بكل سعاده. احس كذا في كيمياء بيني وبين طلابي، ما ادري ليه. فرب يوفقكم ان شاء الله ويرزقك يا اكرم، يرزق الجميع يا رب العالمين. الدراهم زينه يا اكرم، الدراهم زينه. ما ادري، في ناس تقول مقولات ثانيه، ولكن نحترم جميع الاراء، ولكن الله يقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا، فالدراهم زينه. الله يبارك لنا ويبارك لكم، لذلك عندكم تحليل مالي، لا بالله استفد منه واستقله وتعلم واسترزق، الله يبارك لكم. الا تعالوا قبل ما ابدا، والله نشوف المحاضرة مسجلة، يقول والله الدكتور هذا ما خلها سوالف، بس يلا سؤالي الآن أبطمن أنا، باقي في أحد ما يعرف تاريخ الإعلان والاستحقاق والتوزيع؟ ترى إن طلع معاي واحد ما يعرفه ها خلاص بقفلها، بتصل على الانتساب بقول لهم يا جماعة الخير أنا خلاص، أبغى أطمن أنا، يهمني ضروري ان الطالب يتخرج من المقرر عارف يميز بين الثلاث تواريخ. واضحه للكل ولا ها ولا اول مره تسمعونها؟ وليه اكرم الدور قبل امس معلنه جرير، اليوم أعلنت البلاد، بنك البلاد، توزيع أسهم مجانية. شوف تاريخ استحقاقها، الأسهم المجانية اللي بيوزعوها بنك البلاد، هذا اليوم كانت. أنا بفيدك بحاجة يا أكرم، بحكم أنك دخلت السوق بفيدك بحاجة، خلي أشارك معك الشاشة. هي والله ما هي موجودة على الأجندة صراحة على الشرح، ولكن من باب تقديم الفائدة. شوف أنا أخوك لأكرم وللكل ولمن سوف يستفيد حتى والمحاضرة مسجلة، شوف أنا أخوك، تعال موقع أرقام حلو، وتعال عند المفكرة، شوفها هنا، تجدها هنا المفكرة، ادخل على المفكرة. طيب خليها تفتح لك، تعال شف، شوف التأمين العربية، شوف أحقيتها كانت اليوم، يعني اللي شارى اليوم سهم التأمين العربية استحق الأرباح، شوف كم كانت أرباحهم، شوفها حقية اكتتاب حقوق أولوية، ما كانت توزيع. طيب تعال شوف، وتقدر تنزل يوما بيوم، تعال شوف هنا حقية المتقدمة، أرباح نقدية، اكبس على التفاصيل، مبلغ 65 هلة. يعني بمعنى يا جماعة الخير، اللي بيشتري المتقدمة قبل 11 نوفمبر أو يوم 11 نوفمبر ويقفل السوق والسهم عنده، ترى المتقدمة أرباحها حلال عليك، وتقدر وأنا خيك أكرم لك وللجميع وللأخوات تمشي بالتواريخ وتشوف وتطلب المزيد، روح وتشوف الاكتتابات وتشوف يا طويل العمر والسلامة التوزيع، تشوف أن المتقدمة متى تصرف الأرباح، تنزل في حسابات ملاكها يوم 21، شوف وتقدر يعني حتى سهم بيجي قدام تقدر تعرف علمه. واضحة يا كرم هذه؟ عرفت السبيل اللي بقيت تدور تقول جالس أدور لي يومين، عرفت الطريق؟ واضحة ولا عندك سؤال فيها؟
ما ادري ممكن اكرم وش معنى في هذا. طيب نشوف سجل خروجه قد يكون فصل الانترنت معه. على العموم البقيه وضحت يا اخوان الاخوات موضوع كيف تعرف التوزيعات اللي بتجي قدام اللي جايه قدام للبقيه. ولا حد عنده سؤال فيها؟ طيب طيب اذا نبدا في محاضرتنا الاساسيه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. اليوم إن شاء الله اللقاء التاسع، أسبوع ما قبل الأخير بمشيئة الله، راح نأخذ تأثير نتائج القوائم المالية على نتائج التحليل المالي. قبل ما أبدأ لابد نفهم مع بعض العنوان، تأثير نتائج القوائم المالية على نتائج التحليل المالي. أنت ممكن تسوي تحليل مالي جدا ممتاز لأي شركة من الشركات، تحسب نسبة السيولة، نسبة مثلا المديونية، نسبة النشاط، وتطلع معاك الأرقام متميزة، ولكن ممكن نتائج المالية تأتي عكس المتوقع، انك انت سويت تحليلك المالي على نتائج سابقه، فقد تعلن الشركه نتائج جديده للربع القادم فيتاثر سعر السهم بالنتائج الجديده اللي اعلنتها الشركه، والعكس صحيح. قد تكون حلل تحليل الشركه اعطتك بياناتها انه الشركه يعني غير جيده للاستثمار، ولكن تعلن الشركه قوائمها الماليه محققه ربحيه كبيره جدا. طبعاً هذه قد صارت قبل فترة بسيطة مع سهم وقت اللياقة. وقت اللياقة يا أخواني أخوات بعد ما صارت كورونا وكذا يعني صارت خسائر، انخفاض في إعلانات الشركة كربحية، فتأثر سهم الشركة كثير، سهم وقت اللياقة، فالكثير بدأ يتخلص من السهم، يعني ما عاد يمسكه. وحتى التحليلات اللي تصدر عنه غالباً ما تكون يعني جيدة حول السهم وقت اللياقة. ولكن فاجأ الجميع في الربع الماضي أنه أعلن ربحية عالية، يعني واضح أنه بعد ما قلت وجود يعني في التباعد وصار في اقبال على الانديه الرياضيه، صار في زياده من عدد المشتركين مما زود ربحيه الشركه بشكل جدا كبير. فاللي كانوا محللين سهم وقت اللياقه انه سهم غير جيد في الوقت الحالي انصدموا بنتائج للقوائم وقت اللياقه جدا ممتازه. طيب نفس الفكرة راح انك قلناها المحاضرة الماضية في موضوع توزيع الأرباح. أنت ممكن تحلل سهم أنه السهم بينخفض خلال الفترة الجاية، ولكن الشركة أعلنت توزيع أرباح. تعال اليوم شوف سهم بنك البلاد. سهم بنك البلاد اليوم ارتفع بسبب إيش؟ بسبب أنه الشركة أعلنت توزيع أسهم منها. السهم اليوم ارتفع بنسبة 4.55%. ليه؟ لأنه في صافي ممكن في شخص حلل سهم بنك البلاد أمس بالليل، أمس بالليل حلله وشاف أنه لا يعني ما هو ذاك السهم اللي يستاهل أني أضع دراهمي فيه. اليوم الصباح بنك البلاد يعلن بنعطي أسهم منحة، تغيرت المعادلة 180 درجة. لذلك أنت كمحلل مالي توقيتك في إعلان التحليل مهم جدا، واتخاذك للقرار نتيجة تحليلك مهم أيضا جدا، توقيت هذا. طيب الآن
نبغى نعرف أنت حللت أحد الشركات طيب وقررت أنك تستثمر فيها، ولكن قلت خلنا أتأكد من القوائم المالية. كيف أتأكد من القوائم المالية؟ أجي موقع تداول، أجي موقع تداول، تعال شوف، خلنا نختار شركة من الشركات الموجودة، خلنا نقول شركة ذيب، شركة ذيب تأجير السيارات، يعني غنية عن التعريف. تعال عند قوائمها المالية، طبعا موقع تداول عندك الخيار البحث، تكتب اسم الشركة، تجي تفتح معاك ملف الشركة، روح عند القوائم المالية، عندك هنا المركز المالي، وعندك قائمة الدخل، وعندك قائمة التدفقات النقدية. من أهم الأمور قبل ما تأخذ قرارك بنتائج التحليل المالي في قائمة المركز المالي، رب يرضى عليك، ضروري جدا أن تقارن الموجودات المتداولة بالمطلوبات المتداولة. هذه لازم تناظرها، يعني زي ما يقولون بحاجة من الاهتمام. لابد ويفضل ويستحسن دائما أن تكون الموجودات المتداولة أعلى من المطلوبات المتداولة. لو تلاحظ شركة ذيب ترى المطلوبات أكثر، معناه على المدى القصير ذيب تراها مديونة على المدى القصير، بس لديها قدرة بإذن الله على السداد. كذلك مهم جدا أن تنظر إلى حقوق المساهمين، إن صار فيها نمو. لاحظ حقوق المساهمين جالسة تنمو. طبعا حنا طبعا بعضكم يقول طيب هنا صار فيها نوع من الانخفاض، بقول لك استثني عام 2020. عام 2020 المحلل الممتاز لا يقارن نتائج شركة عام 2020، سواء كانت إيجابية النتائج أو سلبية. جرير حققت أرباح مهولة في عام 2020، جرير الآن غير قادرة على تحقيق نفس الأرباح، كانت حالات استثنائية. جرير في 2020 باعت جميع أجهزة اللابتوب اللي في مخازنها كلها، ما عاد عندها لابتوب تبيعها. ليه؟ بسبب تحويل الدراسه للأونلاين. جرير ما راح يصير هالحالة معها كل سنة. لذلك 2020 أنت كمحلل صار فيها ظرف عالمي لازم تستثنى، طالع سنين من بعد 2020. فالقوائم المالية ونظرتك لها ونتائجها مهمة جدا أنك تنظر لها. طبعا بإمكانك تنظر في أي من الشركات الأخرى. من الأمور الثانية، بعض بيوت الخبرة تقدم لك ملفات تحليل مالي جاهزة، ملفات تحليل مالي جاهزة. تعال موقع أرقام، طيب لنفرض نكتب بساعة أخذنا ذيب، خلنا نأخذ الحبيب، سهم مستشفى الدكتور سمير حبيب. طيب يفتح معاك الملف هذا، ملف مستشفى الدكتور سمير حبيب سهم الشركة. انزل شوية، تعال عند حاجة اسمها توصيات المحللين. توصيات المحللين تجد ملف هنا موجود بي دي اف، اكبس عليه. هذا ملف مسويه الجزيرة كابيتال، الشركة التابعة، الشركة المالية التابعة لبنك الجزيرة، تحلل لك ماليا سهم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب. جاهز الملف، التحليل المالي موجود جاهز، في شارت، في إيرادات، في مقارنة بين عام وآخر، في نسبة النمو، إجمالي الربح، صافي الربحية، نسبة النمو، نسبة ربح السهم. طيب وعندك تفصيل لكل حاجة في مقابلها. الملفات هذه أخي الكريم أختي الكريمة، أنت كمحلل مالي تفرق معك، اللي تصدرها بيوت الخبرة، اللي يسمونها بيوت الخبرة، من ضمنها بنك الجزيرة اللي هو الجزيرة كابيتال، يختصر عليك مجهود كبير
ويوفر لك معلومات وشارتات مرتبة تستطيع من خلالها أخذ قرارك وجودة. بمعنى جودة قرارك هذا لما تجي أنت في حيرة، أشتري سليمان الحبيب ولا ما أشتري السهم هذا، قد يكون في هذا التقرير إجابة سؤالك. لذلك هذا التقرير طبعاً ليه أنا اليوم أستعرضه؟ لأن هذا التقرير ربي يرضى عليك تم بناءه على النتائج القوائم المالية الخاصة بسليمان الحبيب، بالنتائج القوائم المالية. يعني هم ما جاء الجزيرة كابيتال كذا قال تدري كيف نطلع تقرير على مسيرة الدكتور سليمان الحبيب وبيانات اجتهاد، لا 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 ما في شيء من اجتهاد. الأرقام هذه، الإيرادات، الأرباح، كلها مأخوذة من قوائمهم المالية، بس هو رتبها لك ووضحها لك وخلاها صالحة لعموم الناس. مش لازم يكون إنسان متخصص تمويل واستثمار على أساس يفهم ما هو مكتوب، هذا أي شخص يقرأ يستطيع معرفة. شوف شوف الترتيبات، شوف مثلا المبيعات. تعال أنت تخيل، شوف بس أنا أبغاك تركز لي على هذا البند، والله هنا بند جميل هذا، تعال شوفه. شوف 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 المبيعات، شوف النمو، شوف شوف القفزات. 21 هذا المتوقع يوصلونه، شوف 23 متوقعين كم توصل مبيعات، في 2016 كم؟ الدبل تقريبا، الضعف. هم متوقعين ان المبيعات راح ترتفع تقريبا الضعف. هذه معلومة تفرق معك بشكل جدا كبير. شوف إجمالي الربح 1634 2016، متوقع أن تكون 2750 23. هذه معلومة جاهزة مجانية مقدمة لك. فأنت كمحلل مالي ليس بالضروري أن تعرف كل شيء. طبعا قبل شوي أنا لما كنت أتكلم مع أكرم ويقول أنا صرت أبحث عن الأسهم التي فيها تاريخ استحقاق وكذا، لا ترى موجودة كتواريخ موجودة، بس المهم أنك تبحث، وإذا ما لم تجد اسأل. 99% أو نقول أقل شو نقول 95% من الأمور والتحليل المالي ترى متوفر، جاهز لك للقراءة. بس كل موقع، كل منصة، كل جهة مهتمة بجانب. طيب نبدأ في كبسولة أسئلة هذا اللقاء. يصنف الاقتصاديين المنتجات وفقا للمنافسة إلى نوعين: منتجات تتنافس على أساس التميز والاختلاف، ومنتجات تتنافس على أساس السعر. لأنه أي منتج إما يكون شيء مميز ومختلف عن البقية، أو يكون تقليدي عند الكل بس إنه متميز بسعره. هو اتجاه الإدارة عند إعداد التقارير المالية باستخدام الطرق المحاسبية وبدائل السياسات المحاسبية إلى التقرير والإفصاح عن صافي دخل أقل مما يجب، وتدفق نقدي أقل مما يجب، أو صافي أصول أقل مما يجب. هذا التحفظ في التقارير المالية لما يكون في إفصاح أو أقل أو صافي أصول أقل مما يجب، لا هنا يكون في تحفظ في التقارير المالية. لا تختلف التقارير السنوية عن التقارير الربع سنوية من حيث الشكل، إلا أن التقرير السنوي يشترط في أن تكون مدققة من قبل مراجع قانوني، في حين أن لا يشترط تدقيق في التقارير الربع سنوية. طبعا الشركات المدرجة في السوق المالية، أتكلم يا أخواني أخوات، كلها مدققة. ربع سنة نصف سنوي لا لا لازم مدققة، بس في شركات لا، نتكلم عن شركات مش مدرجة في السوق المالية، هذا موضوع ثاني. ولكن حسب السؤال الربع سنوي ممكن، لأنه إحنا نتكلم عن شركات كعموم،
وربع ساوي مش شرط، ولكن النهائية آخر السنة 21-12 طال عمرك، لا هذه ما فيها نقاش، لازم مراجع قانوني. الأخوان الخواتي كانوا معي قبل شوي في المراجعة، هذا شغلكم. يشمل هذا التقرير على كافة منجزات الشركة من خلال الفترة المالية، مثل فتح المصانع الجديدة، أبرام اتفاقيات، فتح فروع جديدة، إدخال منتج جديد، وكذلك تفحص كل إدارة بحسب تخصصها، تفصح كل إدارة بحسب تخصصها عن خططها المستقبلية في الفترة القادمة. هذا تقرير الإدارة التنفيذية، تقرير الإدارة التنفيذية، لأنه ما في إبرام عقود وفتح فروع جديدة وخطط مستقبلية بيكون في يد مثلا محاسب ولا مدير تسويق ولا لا لا لا، هذا إدارة تنفيذية. تمثل الحصة النهائية لأعمال مشروع وتبين التغيرات التي حصلت في الأصول لدى الشركة أو في حقوق الملكية القوائم المالية. القوائم المالية هي اللي بالضبط تبين لك ماذا حدث من تغيرات الأصول، زادت عندهم قطعة أرض، باعوا برج من الأبراج اللي تملكها الشركة، هذا راح يتضح في القوائم المالية. نتيجة العمليات التي قام بها المشروع خلال الفترة المالية، وتشمل المعلومات عن الإيرادات والمبيعات وكذلك تكلفة المبيعات أو أي مصروفات أخرى، قائمة الدخل، إيرادات ومصروفات، قائمة الدخل، لو قالوا أصول وخصوم، قائمة مركز مالي، هذه موجودة. تقرير، طبعا هنا في خطأ في الكتابة، تقرير وليس قرير، تقرير يبين كافة الأصول أو الالتزامات التي على الشركة في لحظة إعداد التقرير، كما يبين حقوق الملكية في المشروع وكذلك المعلومات الخاصة بالالتزامات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، قائمة المركز المالي. الهدف من إعداد هذه القائمة هي معرفة النقدية الصادرة أو الواردة خلال فترة معينة، فيتوفر المعلومات معدة طبقا للأساس النقدي عن النشاط التشغيلي والنشاط الاستثماري والنشاط التمويلي للمشروعات، وليس على أساس الاستحقاق. هنا قائمة الدفقات النقدية. من السؤال، معرفة النقدية الصادرة أو الواردة. دائما يعني هي نصيحة أخوية، في القطاع الخاص في الوظائف الأسئلة هذه تتكرر، يعني مثل يقولك شو القائمة التي توضح الكاش الذي لدى الشركة خلال فترة زمنية معينة، وما يقولك قائمة، ما يقولك النقدية لأنك ممكن تقيسها لقويا، فيقولك الكاش، فتقول قائمة الدفقات النقدية. يجي يسألك مثلا القائمة اللي تبين عدد المباني التي لدى الشركة أو عدد السيارات، بس ما يقول لك أصول، ويشوفك أن تعرفها أنها قائمة مركز مالي ولا لا. هذه تكثر في مقابلات القطاع الخاص. يقوم على استخدام البيانات الموجودة في القوائم المالية خلال فترة مالية واحدة فقط، ويقوم بنسبتها إلى بعضها البعض، مثل نسبة النقدية إلى إجمالي الأصول، أو تحويل الأرقام المطلقة في القوائم إلى نسب مالية. هذا أسلوب التحليل الرأسي. تمت بحمد الله، يعطيكم الصحة والعافية أخوان وأخوات، شكرا جزيلا لكم، أعتذر طولت عليكم اليوم. من لديه سؤال أو استفسار فليتفضل مشكورا. الله يعافيك العنود، وشكرا جزيلا لكم. بإذن الله موعدنا غدا في نفس الوقت إن شاء الله، والأسبوع الجاي خلاص نقول لكم إلى لقاء قريب. خلاص الأسبوع الجاي الأسبوع الأخير بمشيئة الله، إن كنا من الحين إن شاء الله نودعكم الأسبوع الجاي. فأنا أكرر، هذه ممكن يكون بعض الطلاب أو الطالبات اللي يسمعون المحاضرات مسجلة يكون عنده سؤال، فحابة نبه أن الأسبوع الجاي الأسبوع الأخير، فممكن يحضر على أساس يسأل السؤال اللي عنده. أكيد ما في سؤال يا إخواني يا أخوات. الله يوفقكم، الله يوفقكم، ييسركم أموركم، استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم.